وبما اننا بقى بنتكلم عن الحب والمشاعر والعلاقات ما بين الرجل والمراه، معانا دلوقتي عن طريق زوم الكاتبه والدكتوره جاسمين السيد، اللي هنعرف منها تفاصيل اكتر عن المشاعر، عن الحب عند المراه، وازاي المراه بتقدر تحب بالشكل ده، وايه اللي بيخليها تبقى مشاعرها اوقات كتير في حياتها هي اللي غالبه عليها. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بحضرتك، مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء النور. الحقيقه انه طبعا احنا كلنا عارفين انه الست بطبيعتها هي ست عاطفيه، والحب عندها حاجه مهمه جدا جدا في الدنيا، واوقات كتير زي ما كنت بقول مشاعرها بتغلبها في مواقف كتير جدا. بنتنصح في الوقت ده ان احنا نحكم عقلنا مش مشاعرنا، بس امتى الست المفروض بجد تبتدي تفتح قلبها للحب، وامتى المفروض العقل يغلب المشاعر؟ والله زي ما انت ذكرتي ان الست فعلا انسان حساس جدا او كائن حساس جدا، اللي بتحكم فيه اكثر المشاعر مش العقل. ولكن ممكن نقول الكلام ده على العصر القديم شويه او الفتره اللي قبل الفتره الحاليه اللي احنا عايشين فيها، لان الست دلوقتي بعد ما نزلت المجتمعات وبدات انها تشتغل زيها زي الرجل، بدات تحكم شويه او يضغى عليها الجانب الذكوري شويه، فبدات انها زي ما بتحكم مشاعرها اتغيرت انها ابتدت تحكم كمان عقلها. فالست دلوقتي مش زي الست بتاعت زمان، مش زي مثل امينه وسيسيت. انا فاهمه، بس المشاعر ملهاش علاقه بزمن قوي، لانه الست لما بتحب اعتقد انه مشاعرها بتغلبها بجد. يعني انا بشوف ومش بشوف، يعني احنا كلنا اكيد مرينا بتجارب وكلنا عشنا تجارب كتير جدا. الست عاطفيه قوي يا دكتور جاسمين برضو، يعني بصرف النظر عن الزمن، بس الست لما بتحب بتحب قوي. هي احنا مش هنعمم ان الست لما بتحب بتحب قوي، ده بيختلف لكذا حاجه. في الشخصيه ذات نفسها، في شخصيات تلاقيها مدلوقه جدا في الحب وبتحب عشان الحب، وفي شخصيات عقلانيه جدا. فالبيئه والثقافه والتعليم والكالتشر اللي هي طلعت منها، شكل الاسره اللي هي اتربت فيها، باباها بيعامل مامتها ازاي، كل ده بيأثر عليها في المستقبل. أوكي. يعني فمش هنعمم ان الستات كلها عاطفيه بدرجه كبيره، في ستات يعني عاطفيه يعني كل واحده على حسب شخصيتها، على حسب شخصيتها والمرحله العمريه اللي هي بتمر بيها او اتعرضت فيها للحب وثقافتها والبيئه اللي اتربت فيها. الست ممكن تدي فرصه مره واتنين، امتى الست تقرر انها خلاص هتمشي وهتقفل الباب ومش هترجع تاني؟ هي الست بتدي فرصه واتنين وتلاته وعشره، وممكن تقعد تحاول سنين. وفي ستات ما بتقدرش من اول مره، ما تستحملش الخيانه وتمشي. بس هي غالبا او اكثر الستات اللي هم ما بيوافقوش يدوا فرصه تانية، اللي هم بيكون انعدم عندهم الثقه خلاص. يعني جربوا كتير واتعدم عندهم الثقه واتعدم عندهم الامان، وحاولوا كتير وما فيش، المحاولات غير مجديه اطلاقا، فخلاص هي بتضطر بقى انها تدي ظهرها وتمشي في الوقت ده. لو هي مشت مش هترجع تاني. حضرتك ذكرتي الخيانة، انت شايفة انه الخيانة هي اكتر سبب ممكن يخلي الست تمشي وما ترجعش تاني، ولا برضو على حسب شخصية الست؟ لا، في اسباب تانية، في مثلا ان هو عدم تحمله المسؤولية، هي شايفة انها شايلة جانب كبير جدا من الاسرة والبيت وهو رافع ايده، ده برضو من الاسباب اللي بتخلي الست تمشي. ايوه، بس اكتر حاجة بتخلي الست تمشي لما الموضوع بيجي على كرامتها وانوثتها، لان هي لما بتلاقي فيه خيانه الموضوع طبعا بيضرب في منطقه الانوثه عندها، فبتحس انها يعني اتجرحت جامد، الموضوع بيبقى فيه اهانه شويه. بيبقى اهانه كبيره. ايه اهم الكتب والروايات اللي حضرتك قريتي فيها عن الحب عند المراه، وتقدري ترشحيها لنا النهارده علشان اللي عايز يعرف اكتر ويقرا اكتر ويفهم اكتر طبيعه المراه في الحب يقرا فيها؟ طيب، في رواية جميلة جدا اسمها أحببتك أكثر مما ينبغي، للكاتبة أثير عبد الله. بدأت روايتها بجملة جميلة جدا، أحببتك أكثر مما ينبغي وأحببتني أقل مما أستحق. فهي حست إن هي حبته بزيادة وهو حبها أقل من ما تستاهل، من ما تستحق. طبعا رواية جميلة جدا. أنا بشكرك جدا. اتفضلي. لا، كنت هرشح روايه ثانيه. اتفضلي. بس دي فيها تضحيات الست فتره كبيره جدا، وانانيه الرجل وانانيه الاسره كلها، يعني انانيه كمان الابناء وفناء الام او الست في الاسره.
كان اسمها، هي رواية مترجمة، كان اسمها أرجوك اعتني بأمي. حلو قوي، انا بشكرك جدا يا دكتور جاسمين نعم ونورتينا، وان شاء الله المره اللي جايه نقابل حضرتك بقى في الاستوديو باذن إن الله. شاء الله إن ميرسي، شاء الله. بشكرك.